بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ حمود أريد أستفيد منك أكثر، يعني كون جنوب الشرق يضيف شرف في هذا المعرض، ما الأمور التي قدمتها اللجنة المنظمة لهذا الأمر؟ اللجنة المنظمة طبعا قدمت الكثير من خلال تسيير الإجراءات وتسيير الوصول إلى الموقع ومن خلال تعاونهم في تبسيط بعض الإجراءات أو معالجة بعض الإشكالات. الأمثل ذلك أنه كان معتاد أن يكون المعارض نظيف 120 متر. لما عرض هذا الأمر على اللجنة المنظمة والمستضيفين في المعرض اتضح أن هذه المساحة بالنسبة لنا إحنا كجنوب شرقية وخاصة في 5 دقائق ضيقة، فتم المناقشة فيها وتقبلوا الفكرة بصدر رحب، ومدة المساحة إلى 200 متر ما شاء الله، مما أتاح أن المحافظة تعرض أكبر كم ممكن من حيث يعني من حيث التنوع لأكبر عدد ممكن من الأنواع اللي ممكن تعرضها في هذه المحافظة. ما أبرز الأشياء التي قدمتم؟ والله بالنسبة للمعرض هناك أشياء كثيرة قدمناها، أتحنا الفرصة لأصحاب المعارض الخاصة في المحافظة للبراز بأفضل مقتنياتهم للتعريف بهذه المعارض وهذه المتاحف والتسويق لها، حيث أن الإنسان يعرف أن فيه مسارح، فيه متاحف أهلية موجودة في سوق وفي جعلان ويمكن زيارتها للتعرف على ما تقتني. كذلك عرضنا بعضا من المخطوطات القديمة لإبراز التواريخ قدرة أبناء هذا الوطن من عمان ومنصور وغيرهم من الولايات بقدرتهم التاريخية والمعرفية والعلمية في مختلف العلوم، في الدين، في اللغة، في العلوم التطبيقية والتجريبية كعلوم البحار. كذلك عرضنا بعض الوثائق التي تبين المراسلات ما بين الجهات الحكومية أو العلاقات الدولية أو القبائل وما شابه ذلك، لبيان مدى الترابط والتلاحم ما بين هذه الولايات المحافظة ومختلف الجهات الرسمية في تلك الفترة من الدولة. كذلك بعض المعروضات الخاصة بي، صور فوتوغرافية عن المحافظة لتعريف الجوانب الجمالية فيها. كذلك عندنا معارض أخرى، لوحة ورش للفنون التشكيلية، حيث تم توفير عقد أكثر من ورشة للرسوم ونفذوا الكثير من الورش الخاصة بهم. إضافة كذلك عندنا جناح خاص بالمعثورات الأثرية في محافظة جنوب الشرقية لتبين تاريخ هذه المحافظة التي يعود إلى أكثر من 4000 قبل الميلاد. كذلك أن المحافظة أو اللجنة المنظمة المحافظة شاركت بحوالي 32 فعالية ثقافية ما شاء الله على مستوى المعرض. كانت هناك معدل ما بين 4 إلى 6 فعاليات في اليوم تناولت مختلف الجوانب الفكرية والثقافية، من محاضرات، من ندوات، من جلسات حوارية، من مسارح، من إلقاء وقصائد، من إلقاء أناشيد، من إبراز المبدعين من الشباب والأطفال القادمين الآن في المدارس، حيث أن يبرزوا إبداعاتهم وقدراتهم الإبداعية للتعريف بهذه المحافظة وما يحتويها أبنائها أو ما لدى أبنائها من قدرات ممكن يساهموا فيها مستقبلا وتطوير إبداعاتهم بما يخدم الوطن ويخدم الإنسانية جميعا. جزاك الله خير، بارك الله فيك، سعيد بالحديث إليك.